والله بص، انا دايما ما بحبش في العموم المشاكل اللي هي خصوصا كمان لما تبقى انت صديق ليا وبعد كده نختلف مع بعض وتوصل للاعلام او السوشيال ميديا مثلا بمشاكل، لان انا في الاول والاخر احنا كنا اصدقاء، وانا عارف ان ممكن وارد ان احمد اهلاوي جدا وحصل خلاف ما بينه وما بين شيكابالا، بس ما كنتش اتمنى ان الامور توصل بالشكل ده، لان في الاول والاخر كان في يوم من الايام احنا اصدقاء يعني. وخد بالك المجال الفني والمجال الرياضي هي دايره بتوصل لبعض يعني، سواء ممكن تبقى معزوم في مهرجان، معزوم في مناسبه، فهتلاقي ممثل وهتلاقي لعيب كوره، ففي الاول والاخر اكيد يعني هو الموضوع بس كبر من ناحيه ضغط اعلامي ومن ناحيه ضغط جماهيري، سواء من الاهلي او من الزمالك، ده دافع عن ده ودافع عن ده، فابتدت الامور تكبر يعني. بس انا مش بحب الحته دي بالذات.